ناخد كم سؤال. سؤال بيقول: لما اكتشفت اني دخلت في علاقة اصبحت غير راغب فيها، كيف اخفي فتور علاقتي بصديقي من غير ما ازعله؟ سؤال حلو. يعني واحد اكتشف ان هو ما بقاش بيحب صاحبه قوي زي الاول ومش عاوز يجرحه. بص، المحبة وصية مطلوبة لكل الناس، انما الصداقة مش بالغصب. يعني ايه؟ حب كل الناس، بس صاحبك لازم تكون بترتاح له، بتحب تقضي معاه وقت، بتحكي له اسرارك، قريب منك، بيحب ربنا زيك. داود النبي كان قلبه حلو، بيحب كل الناس، حتى اعدائه كان بيحبه. انما يونسان كان صديقه الانتيم القريب لقلبه. فالصداقة مش بالعافية، مش لازم تجرح صديقك، انما ممكن ايه، يعني تبقى لك اهتمامات تانية فتفهمه بطريقة لطيفة انه انت ليك مشغوليات تانية، ليك صداقات جديدة، وبالوقت بيبان انه بقى لك سكة تانية. لكن احتفظ بمستوى من العلاقة يوصل للمحبة، مش لازم الصداقة.